انا عارف ان اغلبكم ما يعرفش ان انا كنت قاعد فتره في السعوديه. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات اللي كنت بحب اجيبها لما كنت قاعد في السعوديه. يلا بينا. فاتك نص عمرك لو ما جيتش كلت من البيك اللي في السعوديه. ياما ريالات راحت على المعلم ده. شيبسي اكس ال جامد جدا. البتاع ده رهيب اسمه كويفرز، طعمه جامد جدا. الاسطوره بتقول مفيش حد ما شربش من عصير ربيع. كندر بوينو بوم. البتاع ده اسمه بيوكلز، رهيب جامد جدا، مفيش منه هنا للاسف. طبعا الحمضيات ميريندا واللي منها. زبادي المراعي بس في السعوديه اسمه لبن مش زبادي. هوليستن طبعا. كود ريد، مين ما بيحبش كود ريد. موسي الدره الحلوه وانت داخل اي مول هناك او هايبر. فهمتوا ده رهيب، ما بحبوش خالص. شيبسي البطل. بفك الاصدقاء، ياما ريالات وهلالات راحت عليه بالهبل. التمر بقى والبلح باللوز وكل حاجه حلوه. عيش التميس وفول وعدس وجلابه جنبه. فلافل بالحمص مش بالفول. وتحيه بقى من اسكندريه على كل اهل السعوديه.